نشرتنا لأبرز ما كتبت الصحف العربية الصادرة اليوم نبدأها من مصر، حيث توقفت صحيفة المصر اليوم عند الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، وكتبت تقول إن الأمم المتحدة دعت مصر والسودان وإثيوبيا إلى عدم إضاعة الفرص المتبقية لحل الخلافات المتعلقة بسد النهضة. ونقلت اليومية عن ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية قوله إن الأمين العام يتابع تطور تجارية بشأن سد النهضة، وأعتقد أنه من المهم لقادة الدول الثلاث الاستمرار في اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم والتوصل لاتفاق على أساس تبادل المنفعة لجميع شعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل. وفي الإمارات قالت صحيفة الخليج إن السلطات الإسرائيلية وضعت أمس المؤسستين السياسية والقضائية في حالة تأهب لاحتمال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال 24 ساعة المقبلة. يتبنى موقف المدعي العام في المحكمة فاتو بن سودا بشأن صلاحية المحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وفي قطر توقفت صحيفة لوسيل عند تأثير جائحة كورونا على أكبر الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الأمريكي، ونقلت عن خبراء لصندوق النقد الدولي توقعهم انكماش الناتج الاقتصادي الأمريكي بنسبة 6.6% خلال العام الجاري، مع ترجيح أن تكون التوقعات أسوأ في المستقبل بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات وزيادة آخذة في التفشي لحالات الفقر. ونختم من البحرين مع يومية أخبار الخليج التي كتبت تقول أن قادة الاتحاد الأوروبي باشروا أمس مفاوضات شاقة في بروكسل حول سبل دعم الاقتصادات الوطنية التي تضررت بشدة جراء أزمة تفشي كوفيد-19 في وقت تبرز مؤشرات على عودة انتشار هذا الوباء في أوروبا.